أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما صحة هذه العبارة؟ من يقول في معرض دعائه: أيرضيك حالنا يا رسول الله؟ ما يجوز خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يجوز بعد موته، ما يخاطب ويشتكى إليه، تشكو إليه حالة المسلمين، ما يجوز هذا، تشكو إلى الله عز وجل الحي الذي لا يموت. من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ميت تشكو إليه أو تطلب منه حاجة أو نصرة، هذا شرك ولا يجوز. نعم.